بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث العاشر: عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. ما عندك التكملة؟ أراد بشيخهم؟ أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد بن سلمة. عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول والتثبيت في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. هذا الحديث أيضا في من جملة الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تحت باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا، وهو صحابي، قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. وما أريد الصلاة بمعنى لم أريد أن أتنفل، ولا إنما أردت أن أصلي بكم لكي أبين لكم وأريكم كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا في هذا التعبير في قوله: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، قالوا في استنباطاتهم فيه دليل على جواز مثل هذا، وأنه ليس من باب التشريك في العمل، بمعنى الإشراك، بمعنى أنه لا يدخل في أنه صلى لغير الله، هذا مراد التشريك. لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا يجوز للمسلم أن يصلي ويريد بصلاته غير الله عز وجل، أو أن تكون لغير الله عز وجل، هذا لا يجوز، وهذا محبط للعمل الذي قارنه. هذا هو الأصل.
لكن هذا الحديث أو هذا قول مالك بن حويرث أني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، بمعنى أريد أن أعلمكم وأن أبين لكم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء أنه أراد الصلاة بمعنى لم يريد أن يعبث أو يلعب، ونوى الصلاة لكنه نوى مع الصلاة التعليم، نوى مع الصلاة التعليم. قالوا وهذا لا شيء فيه، لماذا؟ لأن جاءت في السنة أحاديث كثيرة وأحوال كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته وقد أقرهم عليها، وأن هذا ليس من الرياء وليس من التشريك وليس من إدخال ما ليس لله في الله ليكون لله. مثلا في الحديث السابق معنا في حديث أنس في قوله ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لكم إن في جاء في الصحيح زيادة وإن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف ما خافت أن تفتتن أمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو يصلي دخل بالنية لا شك، لكن بنية إطالة، ليس إطالة، اعتداله المعهود، لكن لما سمع بكاء الصبي خفف، فالتخفيف من أجل أم الصبي وأم الصبي، قال حتى لا تفتتن أمه. فهذا النوع من التشريك ليس ممنوعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل في نيته بعدما شرع في الصلاة ومشى فيها وسمع البكاء بكاء الصبي خفف، فنية التخفيف الجديدة هذه من أجل الصبي وأمه هذه لا مانع منها ولا تؤثر على الإخلاص ولا على صدق القصد لله عز وجل. وهذا كثير، مثلا في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما كان يقرأ القرآن واستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى النبي ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة قال إني سمعتك الليلة أو سمعت قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ماذا قال أبو موسى؟ قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، بمعنى كان حسنت الصوت أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم يقل له لا. فتحسين الصوت بالقرآن والحرص على أن يكون الصوت به حسنا ولو كان الناس يستمعون ولو من أجل فعلا أن يرتاح الناس، أنت تريد أن تقرأ قرآنا وتحسن صوتك من أجل الناس لكي يتأثروا ولكي يعني نوع من التدبر، بل حتى جاء في الحديث التغني بالقرآن، التغني بمعنى إحسان الصوت، لأن الأذن تحب الأصوات الجميلة وتحب التنغيم وتحب الترنم. ولهذا
في قوله في قول أبي موسى رضي الله عنه: لو كنت أعلم أنك تسمى لحبرته لك تحبيرة. هذا ليس من الرياء وليس من التشريك. ولهذا يعني مثلا وقد لو أنك تصلي إماما ثم سمعت أناسا يدخلون فعطلت الصلاة من أجل أن يدركوا أو عطلت الركوع من أجل أن يدركوا الركوع، لا إشكال فيه وليس هذا من التشريك. فأنت عطلت الزيادة، كنت تريد أن تسبح ثلاث تسبيحات مثلا وترفع، فلما سمعت قرع النعال أو سمعت وقع الأقدام دخلوا في المسجد أنت أطلت. لماذا؟ تريد أن يدركوا الركعة، فهذا لا إشكال فيه وليس هذا من التشريك الممنوع. وهكذا في صور كثيرة، يعني بمعنى أن الإنسان يعمل الشيء وهو لله، لكنه أحيانا يفعله من أجل إما ليدرك الناس وإما ليفقه الناس أو يتدبر إلى آخره. بل نستطيع أن نقول أيضا حتى الذين يستحقون الزكاة منهم المؤلفة قلوبهم، المؤلفة بمعنى أنت تدفع الزكاة تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه، سواء يرجى إسلامه مثلا أو ليكف شره عن المسلمين أو نحو ذلك. فأنت دفعت الزكاة وهي زكاة وعبادة ولا بد من نية، لكنها أعطيتها مثلا من نصيب المؤلفة قلوبهم. فتأليف القلوب هذا معلوم أنه قصد آخر وقصد زائد عن مجرد نية عبادة أداء الزكاة. المقصود أن قوله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أنه هذا لا يضر، وإنما أراد التعليم، بمعنى أن الصلاة قربة وتعليم الناس قربة، فكلاهما قربة ولا مانع من ذلك. فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا. قال الشارح: أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي. عمرو بن سلمة هذا هو الذي له القصة المعروفة. عمرو بن سلمة طبعا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير مع أبيه، صغير جدا. لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني ليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أقرأكم وليأمكم أقرأكم. يقول: فلما ذهبنا لقريتنا أو محل البادية، مضى البادية، تلمسوا من أقرأهم فما وجدوا إلا أنا كان صغير عمره 7 سنوات أو 8 سنوات. يقول: كنت أتلقى الذين يأتون، كنت أنا أسمع ماذا يقولون من القرآن، فكنت أقرأهم، يعني أكثرهم قراءة وأحسنهم قراءة. فقدموني وقاموا علي قميص، كنت إذا سجدت بدت عورته. فقالت إحدى نساء الحي: غطوا عنا أستقارئكم، صغيروا. يقول: فأعطوني قميصا ما فرحت به أشد فرحي من ذاك القميص، فصار يصلي بهما. هذا هو عمرو سلمة، كبر طبعا ولا مع التابعين، فهذا هو. فهو كان يصلي، وأحسن الناس صلاة يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذا هو الشاهد، أو هذا هو الذي أراد المصنف إيراد الحديث من أجله. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود
قبل أن ينهض. هذه التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وهذه تكون لمن يجلسها تكون في الركعة الأولى والثالثة، لأن الثانية فيها تشهد والرابعة فيها تشهد، لكن هذه الأولى والثالثة قال ما فيها تشهد، ما فيها ينهض على طول. فهذه أشار المصنف هنا رحمه الله إلى جلسة الاستراحة، وأن من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس. ومر معنا أن عبارة وكان، أن كان هذه قد تفيد الاستمرار وقد تفيد الشيء حتى وإن لم يقع إلا مرة واحدة، فقوله كان يجلس معلوم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلواته يجلس، لا. ولهذا اختلف العلماء في حكم جلسة استراحة، هل هي مستحبة، هل هي رخصة، هل هي إباحة؟ والجمهور على أنها ليست يعني مستحبة، وإنما جلسها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، بمعنى لما كبر أو ثقل عليه الصلاة والسلام أنه صار يجلس من باب الاستراحة. بل حتى قال بعض العلماء أن بالعكس، أن الإنسان إذا جلس يثقل القيام، أن ينهض من بعد السجود مباشرة أسهل من أن يجلس ثم ينهض. المقصود أن هذا ثابت، الحديث صحيح، لأن شرط المصنف المقدسي في عمدته ألا يأتي بالحديث إلا ما اتفق عليه الشيخان، يأتي بالحديث المتفق عليها، لكن هذا الحديث ليس متفقا عليه، هذا عند البخاري وحده، عند البخاري وحده، فهو قد يكون سهى أو ذهل رحمه الله، ولكنه صحيح طبعا، الحديث صحيح. فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس هذه الجلسة، وكان قال أن هذا كان في آخر حياته لما تقل، وأنه كان يعني بعض الذين قالوا أنها ليست سنة قالوا أنه جلسها للحاجة، جلسها للحاجة، ولهذا قالوا للحاجة ما في إشكال، لكن الكلام على السنية أو الرخصة. وذهب بعض العلماء إلى أنها سنة، ما افتفي بعض مشايخنا كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، يقول لأنها سنة للحاجة، سنة للحاجة، وأنا كل الأمر واسع في هذا، لكن كما قلنا مكانها عند القيام من الركعة الأولى وعند القيام من الركعة الثالثة، بمعنى أنك إذا سجدت السجدة الثانية من الركعة الأولى وقبل أن تقوم أردت أن تجلس كما في الحديث هنا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يعني قبل أن يقوم يجلس، بمعنى يجلس بمعنى كالجلسة بين السجدتين، فيجلس وهي جلسة لا فيها تكبير ولا فيها ذكر. لماذا ما في تكبير؟ لأنه كبر هو. لاحظوا يا إخواني، تكبيرات الانتقال معروفة ومحدودة بين كل خفض ورفع، يعني بمعنى كل ما إذا ركع إذا رفع سمع الله لمن حمده، لكن إذا سجد يكبر، إذا رفع من السجود يكبر، إذا سجد يكبر، وهكذا. لكن حينما رفع من السجود كبر وجلس ينهض من غير تكبير، لأن تكون تكبيرة زائدة، تكبيرة زائدة. كذلك لو أن الإمام كبر وسهى، نسي، جلس التشهد مثلا هو يصلي رباعية، فلما كان في الركعة الثالثة جلس وسبح به الناس ينهض من غير تكبير، ينهض من غير تكبير. لماذا؟ لأنه كبر حينما رفع رأسه من السجود قال الله أكبر، لكنه بدل أن يقوم جلس ناسيا فسبح به الناس، إذن ينهض من غير تكبير، ينهض من غير تكبير، يكون تكبيره زائدا، يكون هذا لو كبر فيكون تكبيره زائدا. المقصود أن جلسة الاستراحة
إذا أراد أن يجلس يجلس على كل حال، لكن ليس فيها ذكر وليس فيها تكبير. حينما أريد أن ينهض ليس فيها تكبير، وكما قلنا هي في الركعة، هي في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة. نعم. الحديث 11 عن عبد الله بن مالك بن بحيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هيئته في السجود. كان إذا صلى، بمعنى صلى في السجود يعني، فرج بين يديه. طبعا مالك بن بحينة، بحينة أمه عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة هذا اسم أمه، فهو منسوب لأمه. على كل حال أمر واسع، يكون أحيانا يشتهر بعض الناس بأمه، وقيل أم أبيه، لكن صحيح أنها أمه هو. قال كان إذا صلى، بمعنى في سجوده، فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني قال هكذا السجود بحيث يبدو بياض الإبط. وهذا لعله مر معنا أن الإنسان إذا سجد يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، هذه صفة السجود، يجافي يديه عن جنبيه لا يلصق بيديه، وبطنه لا يلصقه بفخذيه، إنما يرفع بطنه عن فخذيه ويبعد يديه عن جنبيه. هذا هو السنة في السجود. جاء في رواية مسلم إذا عند من حديث البراء، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وهذا طبعا لا شك طبعا أن هذا يفسر هذا. إذن هذه هي كيفية السجود، يجافي يديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ولا يتضام، لأن هذا قالوا هذه جلسة الكسل وجلسة العجز، بينما إذا يعني بدأ على هذه فرج يديه وأيضا رفع بطنه عن فخذيه، هذه هيئة القوة، هيئة القوة وهيئة أداء العبادة على خير وجه. بعض الفقهاء قال إن هذا خاص بالرجال، وأن المرأة إذا صلت لا، المرأة تتضام، لأن هذا هو، قالوا إن هذا هو الأليق بها. ولكن الحديث هذا عام، والأصل أن الأحكام التي للرجال هي للنساء، والنساء الرجال، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، إذا دل الدليل على التخصيص. ولهذا الصحيح أن المرأة أيضا تجافي، المرأة تجافي يديها عن جنبيها وبطنها عن فخذيها، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. جاء في مراسيل أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. هذا في، لكن حديث الباب أصح منه، حديث الباب أصح منه. لكن ذكروا أن الإنسان إذا جاف يديه وأطال السجود مثلا، وشعر بالنوع من التعب، لا مانع قالوا أن يضع مرفقيه على ركبتيه وعلى فخذيه من باب التحمل، لا مانع ما دام أنه مثلا يصلي من الليل
وأطال في قيامه وركوعه وسجوده، ولا شك أنه يشتغل بالعبادة وبالأذكار وبالدعاء إلى آخره، فاحتاج إلى أنه يجعل مرفقيه يعتمدان على فخذيه، فلا مانع لمثل هذه الحالة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.